مختلفة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. هذه الدورة الثالثة ونحن معاهم كل سنة، بس هذا العام في نجوم كثير جدد كمان يمروا على الريد كاربت لأول مرة، وفي إحساس مختلف، في كثرة يعني ما بين الأفلام السعودية، وفي تواجد كمان وحضور قوي للنجوم وشباب السعوديين، وفي تكريم مختلف هذا العام بليلة الافتتاح. سعيدة أنه أنا أول مهرجان وأول ريد كاربت أحضر ويكون في بلدي، يعني أنا جدا فخورة. مرة متحمسة أشوف حوجة. شوفت بشي فيلم سعودي مثلا بعد فترة؟ في هيك شيء. أوكي. Good script somewhere. So let's see. بس حلوة الثلاثة ميكروفونات. شفنا بنت صغيرة معاك، هي بنت؟ ايه هاي بنت. ايه ان شاء الله ما تكونوا صورتوها. انا مرة مبسوطة لهم ومرة متحمسة اتفرج الفيلم واشوف الابداع اللي سووه. الفنان بينبسط من التكريم، بيحس انه عمل حاجة والناس مقدرة اللي هو عمله. انا عندي تجارب سينمائية عالمية، عملت فيلم مع جورج ميلر كان بمهرجان كان السنة الماضية، عملت فيلم هيز اونلي سان يلي كان نمبر 3 بالبوكس اوفيس الامريكي، بس بالوطن العربي لحد هلا كثير متردد لدخولي عالم السينما، لانه انا بالنسبة لي حدا بشوف السينما شيء كثير مهم.